امبارح او مش امبارح احنا بلشنا بوحده جديده اسمها هاي وحده شو الماء وحده الماء حكينا فيها عن اهميه الماء وانه احنا الكائنات الحيه نحتاج الى الماء هاي حكيناها بالعلوم انه احنا من حاجاتنا الاساسيه الكائنات الحيه الماء يعني عليه والغذاء لانه احنا من حاجاتنا الاساسيه حتى نكبر ونعيش وننمو ونضل موجودين بالحياه لازم اشرب الماء واكل غذائي واتنا واعيش في مسكن صحي واتنفس الهواء صح؟ هاي من حاجاتنا الاساسيه واحنا حكينا في درسنا حكينا بدرسنا عن اهميه الماء قال عندي طارق ان الماء مهم لحياتنا احنا الانسان والحيوانات والنباتات وردت عليه فخر حكت له انه احنا كمان لازم نحافظ على الماء ونغلق الحنفيه باحكام صح؟ هذا اللي درسناه في نصنا اليوم بدنا نتعلم اول سر من اسرار هاي الوحده تنوين الجسد يعني عليك احنا كل وحده بنفوت عليها بنتعلم فيها اسرار حلوه فاليوم بدنا نتعلم اخر حركه من حركات التنوين احنا شو تعلمنا الفصل الاول تنوين الضم يا عيني عليها المصحصحه انت رائعه اليوم تنوين الضم تعلمناه الفصل الاول وحكيت انه لو حطيته يا محمود مع الباء حطيت عليه تنوين ضم شو حيصير؟ أيضاً لا بون أيضاً تنوين الضم صوته أون بس لازم تحط له صحصح تنوين الضم ما بنحط له آ ممدودة مين بنحط له آ ممدودة؟ الفتح بنحط له آ ممدودة تنوين الضم ما بنحط له آ ممدودة يلا حكينا إذا تنوين الضم صوته أون صوته أون لما يجي مع الحرف حيصير صوت الحرف بون 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 مثلا عندي سون شون 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 تون تنوين الضم يأتي دائما حركات التنوين كلها اللي تعلمناها واللي هنتعلمها دائما تأتي في آخر الكلمة إذا التنوين دائما يأتي في آخر الكلمة التنوين حركات التنوين تنوين الضم وتنوين الفتح اللي تعلمناهم وتنوين الكسر اللي هنتعلمه اليوم دائما بيجوا آخر الكلمة ما في كلمة بتبدأ بتنوين الضم ما بينفع أحكي شن بعدين أكمل كلمتي شن جدر بتسرب عليك اصلا فبنحكي شجرة ممكن احكي ايش باي تون بس ما فيني احكي بون يت بنيت عندك كلمة بنيات ما بتبطل عندي ايوه بن فانا ببطل عندي شيء اسمه تنوين الضم اذا التنوين دائما وين التنوين يا كرم اخر الكلمة تنوين الضم بيكون ضمتين بيكون ايش؟ ضمتين صوته اون صوته اون هذا حرف ايش؟ بون بون شون شون انا مو سامعة بون
حرف مين؟ التاء المربوطة. التاء المربوطة. التاء المربوطة ما قوية. قوية. ما بيجي معها آنا موجودة. زي حرف هارت اللي له رقبة. والمربوط الدائري. الدائري. ما بيجي معها آنا ممدودة. التاء المربوطة ما باخذها. اقعد. التاء المربوطة. التاء المربوطة. مع تنوين الفتح. ما بتاخذها ونفسها حتضل مع تنوين الضم لانه تنوين الضم اصلا ما بياخذ ا ممدوده. اقعدي عندي تنوين الضم اللي تعلمناه حكينا صوت تنوين الضم اون صوت تنوين الضم اون لما يجي معي الباء شو بصير صوته؟ بون 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 تنوين ضم بون شون 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 دون دون دون. تنوين الضم اذا يكتب كما هو ما لا نحط معه لا ا ولا او ولا شيء بنحط تنوين الضم وخلص. عندي الفتحه عند تنوين الفتح تنوين الفتح فيها ا ايوه بتاخذ الا لانه احنا حكينا اصلا انه الفتحه كمان بنت الا فهي بتجيب امها معها بتحكي لها تعالي وقفي لي هون عشان انا ما اوقع توقف الا الممدوده مع الحرف بكتب الحرف اللي بمد ايده اللي بيجي بالاول الكلمه حتى يمسك الا بمسك الا وبحط تنوين فتح عليه صوت التنوين فتح ان شو بصير؟ ان بان شو بصير؟ بان سان تن 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 تن. حكيت لنا مس ميلا انه تنوين الفتح مع الا مع التاء المربوطه ما بيجي مع ا ما بيجي معه ا ليش؟ لأنه تنوين الفتح والتاء المربوطة التاء المربوطة ليش حطيت قوية؟ ايش نقطة؟ تنوين الفتح قوية، التاء المربوطة قوية، ما بتمسكها لما تمسك التنوين، تمسك التنوين بتحكي لها خلص أنت ما تخافي ما تجيبي ماما أنا بمسكك، ما في داعي ماما تيجي معي اللي هي الآ لأن هاي الفتحة بنت الآ ما بتيجي الآ بتحكي لها خلص ريحتيني بتكمل نومتها الآ هذا التاء المربوطة، التاء المربوطة إذا سواء كان شكل الرقبة أو شكل الدائرة أيوة أو شكل الدائرة بتكون إيش بدون بدون أه صوتها أن صوتها أن بن 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 سن سن تن 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 تن. لو أنا بدي الداء هاي حتاخذ أ؟ لا لا ليش لا؟ أه حكيت أه حتاخذ أ ليه زي كلمة باي تن تن بحط معها آ بدي أحط آ. أما في كلمة مدرسة تن مدرسة ما بنحط معها آ ما بنحط آ لأنه أجا عندي التن تاء مربوطة أجا عندي تاء مربوطة إذا التاء اللي بتيجي بأول الكلمة أو آخر الكلمة مبسوطة التاء المبسوطة اللي اسمها تاء مبسوطة لانها بتيجي في شكل الابتسامه مبسوطه شوفيها يا وجه ابتسامه وعينتين مبسوطه المبسوطه بتيجي معها ا المبسوطه بتيجي معها ا المربوطه ما بيجي معها ا يا كرم المربوطه ما بيجي معها ا المبسوطه بيجي معها ا. اليوم حلقتنا عن الكسره بدنا نخليها التنوين. التنوين حكينا انه لما يكون تنوين اساسا اذا بدي اسميه تنوين بدي يكون عندي كسره وكمان كسره بدي يكون اثنين تنوين وصوت الكسره اي صوت الكسره اي التنوين ان التنوين ان الكسره اي التنوين ان ان احكي معي ان 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 بن مع الباء حيكون بن بس نفس تنوين الضم تنوين الكسر نفس تنوين الضم تنوين الكسر اصلا هو تحت ما بيحتاج ا تمسكه هو اصلا تحت الحرف مش الكسره بنحطها تحت الحرف عشان تكسره فتنوين الكسر نفس تنوين الضم ما بيحتاج ا حتى فمثلا لو بدي اكتب الباء مع تنوين الكسر حيكون هيك بن 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 بدون آلة لأنه إحدي الكسرة هي كسرة
الكسرة تحت الحرف. مس الكسرة ليش الفتحة ما إلها الفتحة قوية ما بتحتاج لآه. أما التنوين بصيروا تنتين بصيروا مع بعض تقال على الحرف، فالحرف يجي بدي يوقعهم. مس لا ليش يوقعهم؟ بدي أحط معه آه عشان ما يوقعهم. مس إم الفتحة إذا كان في آه على البنت ما بنحتاج الآه بتكون من دون فايدة. بتقول كلمة غلط، بتكون بدون فايدة وبتكون كلمة أساسا غلط، لأنه إحنا يا ميلا عندي الكسرة تحت الحرف. الكسرة بتيجي تحت الحرف. ليش مو آه مكسورة؟ بتصير بي. لا حتى الآل الآن هي من أنواع الألف الممدودة والآ للفتحة. صوت آ مش إي. عندي الكسرة، إذا الكسرة تأتي تحت الحرف. لما يصير تنوين كسر حيكون التنتين تحت. فما بيعملوا لي إشي على الحرف. الحرف حيصير صوته إن، في معه صوت إن. أما هي لأنها تحت الحرف ما بتقدر الحرف. فما بتحتاج إذا لأنها تحت الحرف وما بتعمل ثقل على الحرف زي الآ هون التنوين فتح فالآل مع بعض هون إخفاف. شو هم إخفاف وتحت الحرف فبيجي صوتها بن. شو بيجي صوتها بن بن بن. لو بدك تكتبها مع الساء السين سن سن الشين شن شن والدال مربوطة تن تن تن. حتى التاء المبسوطة حتكون بدون آ تن أنا مسجد دول أوليكي بدي أعطيكم هسا المعلومة تفرجوني تنوين الفتح تنوين الكسر بتعمل الخط ط بتحط تحت الكسر تنوين الفتح